تم إنجاز تشغيل عشرة آلاف رحلة لقطارات الشحن بين الصين وأوروبا هذا العام في موعد يسبق بعشرة أيام موعده الذي تم إنجازه العام الماضي فيما أصبح تأثير آلية التعاون بين الصين وأوروبا في النقل بقطارات الشحن التي تعبر خطوطها سبعة بلدان أكثر بروزا كما تم افتتاح خطوط جديدة عبر السكك الحديدية وعبر البحار تربط شيئان وتشونسين ومدن أخيرة في رومانيا عبر البحر الأسود وبحر قزوين وبعدما تم تشغيل عشرة آلاف رهات لقطارات الشحن بين الصين وأوروبا زاد حجم التسليم الفعلي للبضائع بنسبة 5% على أساس سنوي في حين بلغت نسبة القطارات العائدة مقابل القطارات المغادرة 88% ومع الانتهاء من توسيع القدرة الاستيعابية وتحويل موانئ قطارات الشحن بين الصين وأوروبا ارتفع حجم متوسط النقل اليومي للممرات الغربية والوسطى والشرقية بنسبة 20.7% و15.2% و41.3% على التوالي. وهكذا فقد تم تشغيل 82 خطا من قطارات الشحن بين الصين وأوروبا حتى الآن، ليمتد إلى 200 مدينة في 24 دولة أوروبية، ولتغطي شبكة خدمات النقل جميع أنحاء أوروبا. وفي الوقت نفسه، ترتبط الخطوط بخط الصين لاوس وقطارات الشحن في الممر البري البحري الغربي الجديد ارتباطا وثيقا. مما يشكل شبكه متكامله من القنوات الخارجيه المترابطه